السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي، كنتمنى كل شيء يكون بخير إن شاء الله وعلى خير. اليوم سوف نقدم لكم موقع من مواقع الربح عبر الإنترنت لا يختلف كثيرا عن الموقع الأول الذي شرحناه باسم Rapid Workers. هذا الموقع يمكنك من تحقيق أول دولار لك عبر الإنترنت ويعطيك مهام سهلة لإتمامها كتسجيل عبر المواقع أو عمل لايك على البوستات في مواقع التواصل الاجتماعي أو شيء كهذا القبيل. هذا الموقع اسمه بيكو وركرز. لكي لا نطيل عليكم الشرح سوف نبدأ في التسجيل. نكتب هنا بيكو وركرز. بيكو وركرز. هذا هو الموقع بيكو وركرز كما تلاحظون. نضغط على وهذا الموقع إخواني نسيت أن أقول لكم، عندما تسجل على هذا الموقع يعطيك 0.50 دولار كهدية بونيس لكي تبدأ بها، لكي يشجعونك لكي تبدأ الاحتراف على هذا الموقع. سينوب ونملأ بياناتنا على هذا الموقع هنا كما تلاحظون، فول نيم الاسم الكامل والايميل هنا، ايميل يكون صحيح، الباسورد country of residence ديرو موروكو، security question think of a question only you know the answer for. هذا security question خصكم تكونوا عاقلين عليه مزيان، ما تنساوش باش الا مشى لكم لو سيت ديالكم تعاودوا ترجعوا. دير هنا شي سؤال كيف ما كان، اي سؤال، مثلا my name or my age or شي حاجه بحال هكا، my mother name شي حاجه بحال هكا، تجاوبوا عليها هنا تكونوا نتوما عاقلين عليها. ما تنساوهاش نيك نيم، هذا لو نيك نيم باش يبان في البروفيل ديالك. ميك يور بروفايل لوك بروفيشنال تكتبوا هنايا، بروفايل بيج تايتل كيب يور تايتل شورت اند سويت، اي انجوي رايتينغ ارتيكل اند لايك فور يور جوبس سيو سبيشاليتي. تكتب شي حاجه هنا، تكتب اباوت تكتب يوم هنا مثلا انت اش تدير تقريبا، فهمتيني، مثلا انجينير انفورماتيك ولا تخدم في الماركتينغ ولا تيتشر ولا شي حاجه بحال هكا. اباوت مي تكتب لهم شي حاجه عليك نتايا، اش تدير في الحياه ديالك، ماي نيم از كذا، اي هاف 22 ييرز ولا شي حاجه بحال هكا، وتكتب لهم تنقرا مثلا ولا خدام فهاد الدومين هذا ودي اكسبيريونس في هاد الدومين اشحال عندي فيها. تكتب شي حاجه قليله، واحد جوج سطور ولا ثلاثه، تدير كرييت ان اكونت. ملي تدير كرييت ان اكونت تيصيفطوا لك واحد الايميل دو كونفيرماسيون في لابواط ايميل ديالك، تدخل ليها تكليكي على داك لو سيت اللي عطاوك باش تكونفيرمي باش تكونفيرمي البروفايل ديالك وتدخل. حنا ندخل دابا، عندي ديجا انا واحد لكم ندخل به. وقت ما دخلتو للسيت يعطيكم واحد الكونفيرماسيون توكن، هاد الكونفيرماسيون توكن تتوصلك الايميل ديالك شك اوثنتيفيكاسيون في هاد لو سيت هادا 073. تدخل، هذا هو الموقع تاع بيكو وركرز. ناو everyone can work، اي واحد يمكن يخدم دابا. تعطوك هنا في البالونس ديالك اللي جيت تشوف تعطوك واحد 0.50. عندي فيغيكول، كانت عندي 2.50 كنت خدمت شي حاجه انايا وعاود ثاني استغلتها في حاجه اخرى، بقات عندي 0.54. تاسك هنا زيرو تاسك، هادو لي تاسك ديالك اللي ساليتي، مثلا هادوك اللي ساليتي تسناهم يخلصوا، تكتبوا لك هنا شحال وحده خدمتي، الايميل ديالك، بروفايل ديالك، انت راه من لو ماروك،
انا تكتب لك شاك اوتوفيكاسيون امتى دخلتي اخر مره، والادريس اي بي ديالك فرونك وهامي، واخر اخر تاسك درتها انا هي 3 سيمين هادي 3 ويكس اغو يو ريتد وان تاسك اوكي سمول جوب يوتيوب واتش اند سبسكرايب ويلكم هوم. الوغ ملي تجي لهنا توريوك هنا توريوك هنا تجي سمول جوبس سمول جوبس، ملي تجي لهنا تلقى لي سمول جوبس لي عاطينك هما هادو جوب نيم تلقى لو نون ديال الخدمة هنا لي ديرها نتايا، بيمنت لو بيمون شحال غادي تخلص عليها، ساكسيس ديالها بشحال ناجحة هاد الاعداد هاد التوب هادي اللي داير هاد السيد، ستاتشي راه خضراء هي بين رانين، وما تعشوك داك هنا تقريبا ما تبينو لكش اللي ما خداماش شي حاجه كلهم رانين. دابا نوريوك اش يعني داك اللون دان هنايا تقول لك شحال من واحد تكمل هاد الخدمه وشحال طلب هاد السيد، هذا طلب 442 بوزيسيون 383 اللي خدموها هاد الناس. تجي لهنا تاسك اي فينيشت، هادو لي تاسك اللي درت انايا اللي درتي في تيدرتي تاع شوفهم ليك هنايا، تيقول لك ستاتي واش تخلصتي فيهم ولا ما تخلصتيش فيهم، هي اكس دونك ما رفضت داك السيد يخلصني علاش، راه تكتب ليك هنايا تكتب ليك هنا واحد هاد لي كون هذا بانه راه السيد كتب ليك علاش، وهادي راه تعني بانك تخلصت. ها هي نف سبميتد تاسكس 8 7 rated satisfied and paid 7 تخلصت فيهم satisfied تخلصت فيهم اليوم ما هادو وجوج لا task a review reviewed in 18 days انت ستاتشي خطرة تخلصت فيها earned تخلصت فيها بشحال خلصني سيد job name اسبيت الجوب اللي درت proof submitted اش تكتب ليهم باش تقول ليهم راني درت هاد لو طرافاي هذا مثلا تكليك على لو ديتاي تاع هاد الخدمه اللي تخلصت فيها وات واز اكسبيد اش كان طلب منا هاد السيد جو اليوتيوب لهاد لو ليان هذا وقال لك ثاني ايطاب سبسكرايب تو ذا شانل دير لي سبسكرايب اوبشنال اختياري الا بغيتي دير معاه مزيان لايك اني تو فيديوز تي لي لايك على شي دو فيديو ريكوايرد بروف قال لك صيفط لي لينك تو سكرين شوت شو يو هاف سبسكرايب صيفط لي ليا بانك صيفط لي بانك درتي سبسكرايب لاشين ديالو انا اش جاوبتو بروف سبميتد باي يو باي مي هاي ذيس از سكرين شوت صيفط لي هاد اللين هذا دابا نخلي لكم في لا ديسكريبسيون غنخلي لكم لو سيت اللي تدخليه دابا نوريكم في الاخر تاع الفيديو نوريكم كيفاش تدخل ليماج لذاك لو سيت وتعطيك واحد اللين داك اللين تصيفطو نتا لهاد السيد هذا هاد السيد مثلا ملي تيجي لهنايا تيكوبي هاد اللين تيمشي لهنا تيكوليه تعطي التصويره اللي دخلتي نتا لذاك لو سيت مثلا بحال هي هادي ثانك يو صافي هادشي اللي كاين اسهل طريقه تربح منها بليزيور دولار راك خدام مرتاح ماي جوبس ماي جوبس نتا الا بغيت تحط خدمات ديالك انا فتحت دي جوب حطيتهم هنايا وسالوهم الناس الوغ تمشيو اكونت لو كونت ديالك تكمل فيه لي بروفيل ديالك تقدر تكمل لي ديالك افيليت لينك ترانزاكسيون ما عندي والو ايميل باسورد سيكوريتي كلشي دايرو الا بغيتي تشونجي غادي دير تشانج 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 تشونجيو لا كلشي تقريبا مكتبو هذاك ثالث حاجة غنشوفوها فلوس ماشي هنايا غنجيو ديبوزيت ديبوزيت الوغ الا بغيتي نتا تحط ايداعك كتقول لهم ايداع ايداع الفلوس في هذا الموقع سواء عندك دو شوز سواء باغ باي بال
وباغ كارت فيزا اللي هي ماستر كارد، فيزا، ديسكوفر، امريكان اكسبريس. تتكليك انت كاين عندك 10 دولار، 25 دولار، 50 دولار، باي بال تتكليك هنا، تعطيك واحد نافذة اخرى باش تدخل الباي بال. تتعطي خاص هاد الباي بال يكون ليا ليه واحد واحد لاكارت فيزا باش يحول لك الفلوس للسيت نتاعك اللي هو بيكو وركرز. ولا بغيتي ديرها حتى بلي كارت فيزا هنايا، تدير تيس مثلا تيس دولار تيحولك ديريكت لاباج ديالو هي بيكو وركرز. هنا في تتحط 10 دولار امريكية يو اس، تدير الايميل ديالك، تدير المعلومات نتاع لاكارت فيزا او ماستر كارد ديالك، لو نو دو تيتولير دو لاكارت تيكون عندك مكتوب في لاكارت، لو بي تدير بي تتلقى تحطات عندك في لو سيت هنايا. الو عندك الويدرو، ويدرو هو سحب النقود ديالك، هاد النقود هادو مثلا بتسحبهم نتايا، تدير هنا بليس ا نيو ويدرو ريكويست، وهاد لو سيت ما تيسمح ليك تسحب الفلوس ديالك خص يكون عندك على الاقل 7 دولار، 7 دولار عاد يمكن ليك تسحب النقود ديالك. عندك هنا طروا شو سيلكت ويدرو ميثود، سواء عن طريق هاد ايثيروم، سواء عند لايت كوين، سواء باي بال. يو كان ويدرو نوت انف فاندز، ما عنديش الفلوس انا الكافيه باش نسحب بروسين في هنايا. هاد الايثيروم خص يكون عندك 6 دولار باش تقدر تسحب الفلوس ديالك، هنا 5 دولار، والباي بال 7 دولار. انسر سيكيوريتي كواشن، فين قلنا المرة الأولى خصك تكون عاقل على سيكيوريتي كواشن ديالك. داك سيكيوريتي كواشن هنا تقول لك جاوبي عليها، تعطوك السؤال اللي كتبتي اليوم، تعطوك لا ريبونس ديالك، خصك تكون عاقل عليها باش دير سبميت ريكويست، والفلوس ديالك توصلوا مثلا للباي بال ديالك، وتكون عندك باي بال، تكون واحد لاكارت فيزا ولا ماستر كارد ولا شي حاجة بحال هكا اللي هي داك الكونت باي بال، تتسحب النقود ديالك بكل سهولة. الو هاد لو سيت هذا شرحنا فيه ما يكفي، الخدمة فيه سهلة جدا. هنا نقدروا نمشيو نديرو، شوفوا على حسب الوقت باش ما نطولش عليكم، نقدروا نديرو شي جوب باش نبين لكم واحد، ندير لكم واحد ليكزامبل كيفاش تخلصوا على شي جوب كملتوه. الو نمشيو نختاروا شي جوب هنايا، تختاروا شي حاجة سهلة مثلا بحال تاع يوتيوب ولا شي حاجة بحال هكا. الو هنا انت تشوف سيرش بلس فيزيت ويب سايت بلس وان كليك يكوين سينا، تيقول لك هنا تقيد في هاد لو سيت هذا، يوتيوب واتش فيديو، يوتيوب واتش فيديو، جيميل كرييت ان اكونت، تيقول لك كريي ليه واحد لو كونت وصيفطو ليه، كريي واحد تبع لي ستوب ديالو. يوتيوب تيقول لك حتى هو كريي ليه واحد لو كونت نتاع يوتيوب، تخلص عليه ب0.11. ممكن باغ جوغ طلع واحد 10 دولار على حسب المجهود ديالك، 10 دولار باغ جوغ راه سوفيزون. دونك نمشيو لهنايا مثلا يوتيوب واتش بلس لايك بلس كومنت بلس سبسكرايب، هاد السيد طلب منك 4 الحاجات، واتش لايك كومنت سبسكرايب، ويخلصك ب0.9 دولار. هادو اللي تشوفوهم هنا بالزرق تيكونو هما اللي تيخلصو مزيان، ولكن هاد لي تشوف هادو تيكون تتطلب منك واحد 5 دقائق تاع الخدمة أو 10 دقائق. باغ كونطخ هادو لي تكونو صغار تخدم فيهم واحد اون مينوت دو مينوت بزربة. ألوغ ندخلو لهنايا تارجت كونتريز، هاد السيت تيقولك راه مستهدف هاد الدول هادو بثلاثة، ألجيريا موروكو ايجيبت، وعندو 200 بوزيسيون، 93 واحد دار ليه هاد الخدمة هادي ويخلصك بهاد المبلغ هذا. الو هاد السيد قال لك go to youtube from your mobile and search one of those keywords، غتمشي ليوتيوب بتليفونك وتقلب على هاد وحدة من هاد الكلمات هادو، حساب فورتنايت مجاني، حسابات فورتنايت مجانية، طريقة الحصول على حساب فورتنايت، كيف تجيب حساب فورتنايت. تاني ايتاب فايند ذا فيديو ويز ذيس
طيب مايك قال لك نمشيو نشوفوا هذه التصويره، قال لك فايند دي فيديو، غتمشي لهذا الفيديو هذا ملي تقلب في يوتيوب ويطلعوا لك دوك، يطلع لك واحد هذوك لي فيديو، غتدخل لهذا الفيديو اللي فيه هذه التصويره في في الاول ديالو، غيتبان لك بحال هكا. هادشي بتليفونك واتش دي فيديو، قالك تفرج في فيديو ميك ميك سور يو ماست واتش ات لاست 80% اور يو وونت جيت بيت. تاكد بانك غادي تاكد بانه غادي تفرج في فيديو 80% ولا ما غاديش تخلص. اي ويل تشيك تشيك ات اون يوتيوب اتونشن لايك اند سبسكرايب تو دي شانل، تفرج ودير سبسكرايب للشانل ديالو، كومونتي شي حاجه على لو فيديو، دونت كوبي اند باست، ما ديرش كوبي كوبي كولي شي كومونتير، كتب شي حاجه من عندك. شير دي فيديو يوزين شير بوتون تو اني سوشيال ميديا، ودير بارطاجي لاي داك الفيديو ديالو على مواقع شي مواقع التواصل الاجتماعي. هاد السيد طلب منا بزاف د الحوايج بعد بلا على والو. نشوفو واحد اخر تيليجرام جوين شانل بيست تشانج. غنجيو عند هاد السيد لي طلب سبسكرايب تو شانل، ديرو هكا ونجيو عندو قالك جو تو لهاد لو ليان، سبسكرايب ماي شانل اند كليك دي بيل بوتون، required proof that task was finished, your youtube name. على حسب الا كانت عندك قناه على يوتيوب او لا، هذاك حتى هو. دونك الا كان عندك كونت في جيميل راه تتوصل في اليوتيوب ابارتي من تاعك لو كونت ديال جيميل. نشوفوا هاد السيد قال لك فيسبوك لايك بيج ولا انستغرام فولو ولا شي حاجه بهاكا اللي سهله جدا، تطلب منك تا 3 سكوند. ندخلوا لهنايا go to هاد لاباج هادي، لايك تي بيج ريكوايرد بروف ذات تاسك واز فينيشد يور فيسبوك نيم، هادي سهله. تمشي لهنايا دير هاكا تحل هاد لاباج هادي فيسبوك تيستي فور بيستي. وتدير لايك لهاد لاباج هادي اللي هي هنايا، تدير جيم وصيفط ليه لو نون تاع الفيسبوك ديالك. دونك تجي لهنايا تدير اي اكسبتد ذيس جوب، تدير هكا تنزل هنا تكتب ليه مثلا هاي جوب مثلا جوب is done my facebook name is اتلي لنور ديالك ونوبتايش thank you. غادي يدخل هو غادي يفيريفي يلقى لو نون ديال الكادير نتا لايك، غادي يخلص. كنت دير هنايا تجي في الاخر دير اي كونفيرم ذات اي هاف كومبليت ذيس تاسك، سالينا تجي لهنا مثلا تا هو انستغرام فولو تدير نفس القضيه وغادي. الوغ ملي تجي تطلب منك شي واحد سكرين شوت نتاع داك لو ليان، تجي لهنا تدير هاد لو سيت هذا باست دوت بيكس مثلا، تجي لهنا براوز براوز هنا تحط لي شي تصويره هنايا مثلا، نحطو لي شي تصويره شي تيست بعدا نحطو لي التصويره نتاع هادي وتعطينا لو ليان. داك لو ليان هو اللي تنكوبيو حنا تنصيفطو لداك السيد وتتكونفيرمي بانك صيفطتيه ليه، وهو غادي يدخل من بعد وغادي يشوفك بانك بانك داير سبسكرايب للشانل ولا داير داكشي اللي قال لك هو، ممكن تتبع لي زيتاب اللي قال لك هو. كونيكسيون تقيلة شوية، المهم ها لافوتو ها هي هاد لافوتو نتاع تيست نتاع لا فيبر اوبتيك لي 200 ميجا باكابل. تمشي لهنا تدير كوبي تو كليب بيرد تدير ولا تدير ليه جيت شورت لينك، تاو تعطيك واحد لينك قصير هاهو تدير ليه كوبي. تجي مثلا شي بلاصه عندو شي واحد هنايا
تبدل هنا اكسبت ذيس جوب وتكتب هنا شويه تكتب وتدير كل لهذا لو ليان اللي هو هذا هو راه من بعد مين تيدخل ليه تعطي لا فوتو بحال هكا باش يتاكد تخلصك خصك تكون داير داكشي اللي قال لك هو سيتو صافي. الوغ بلا ما نطول عليكم هذا الفيديو بارطاجيو مع لو ماكس نتاع الدراري يعني لي ديبيتون اللي باغيين في هذا المجال هذا وراه طريقه سهله سهله جدا جدا لربح دولارات 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 يوميا. وانتظرونا في فيديوهات جديده لمواقع ربح عبر الانترنت كثيره وربح جد مهم. كنتمنوا يعجبكم لا فيديو ما تبخلوش علينا باللايك و سبسكرايب و بارطاجي بارطاجيو في لي فيسبوك ديالكم لي انستغرام بارطاجيو مع لي زامبي ديالكم باش تعمل فائده وكل شيء يخدم. شكرا.